اخوان السلام عليكم، دويره مع مريض رجعات من جديد. نقلبوا على شي دراري اللي حلم ديالهم ولا تيتمناو يركبوا على الموتور لاول مره. نروحوا لدويره ونشوفوا الاحساس ديالهم كي غادي يكون. هادشي اللي غادي يكون في هاد لا فيديو هادي. واحد الدري بعدا دابا راه دايرين معاه، راه تيتسنانا. نمشيو عنده نشوفوا رده الفعل ديالو ونشوفوا كي غادي يحس من بعد ما غيجرب هاد الموتور هذا اللي تيتمنى يركب عليه. يعني كما كنا حتى حنا في واحد الوقت خوالي الباتري. اخوان قبل ما نبداو في الفيديو ديالنا، جبت لكم واحد الشركه مغربيه 100% ماريبات الماروكا اندستريال دي باتري. الشركه اللي كتقوم بصناعه البطاريات ديال الماطر، طوموبيلات، كوالور، سولير، جميع انواع البطاريات اللي تبغي غتلقاهم عندهم. عندهم الفروع ديالهم في اغلب المدن المغربيه، ولا كتمشي فشي بلاصه بعيده راه تيديروا الويفروزو، يعني يجيبوك الباتري حتى لعند. وبالنسبه للباتريات ديال الماطر، راه هاد الشركه هي الوحيده اللي كتقوم بالصناعه ديالهم هنا في المغرب. يعني شركه حديثه اللي كتخدم احدث ما كاين في التقنيات، اللي كاين جوج افريقيا اللي كيخدموا بهاد التقنيات باش كتخدم في مصر، ووحده اللي هي ماريبات في المغرب. يعني باش تاخذ الباتري ديال الدوام وباقل تكلفه خذ لك ماريبات على حسابي. وفي الاخير اخوتي انا نخلي لكم العنوان ديالهم هنايا، انستغرام، نيميرو، فيسبوك، داكشي كامل. الا كنت جبت حتى شي باتري ما عليك، تصون على هذا النمره هذه غنزيدو لك حتى فين ما كنتي. وهاد الباتري اخوتي اللي بين يدي 12 على 5، يعني الباتري اللي كيخدم الاس اش وكيخدم الصانيه. انا اعتقد بزاف ديال الماتر اخرين. المهم الا بغيتي تربحو كنحسك باتري، ما عليك تدخل لهاد الانستغرام هذه تخلي فولو ودير شي سكرين وطاقيني معاك باش تطلع عندي. وما عليك نصيفط لك الباتري فين ما كنتي. جاب الله كاينه حدوره هنايا، هما مشكله خليت الكونتاكت دايز وداك الشيء علاش خوا اولو لونو. ايه فوالا حنا حلينا المشكل. قال لك اللي عنده باب واحد الله يسدو عليه، هي هادي. صح هاد الحظ. فين عشيري بخير؟ كي داير مزيان؟ صح لاباس؟ والله نهار كبير. كلشي بخير؟ نهار كبير ياك. عاد كتبت اخويا شنو؟ نجيبو شي دويره؟ نجيبوها. مرحبا يلا اخويا. مرحبا. هاك لبسات الشكاره باش ما ديرونجيكش. صافي انت شد فيا ولا شد هنايا؟ شد فيا ولا شد هنا؟ انا احسن باش تحكم. كلشي مزيان بعدا؟ الله يلا بخير اخويا. مورا الله يعزك. شي موطور شي حاجه كبيره في حياتي، واخا الوالده ما تتبغيش. اه الله يسمح لي منها. ولكن يا اخويا راه دابا شحال عندك من عام انت؟ انا عندي اخويا 18. 18؟ ايوا مازال انا 18 راه مازال ما عندي لا موتور لا والو، يعني عادي. حنا نديرو ان شاء الله. ماشي صافي ما عندكش 18 راك ما غاديروش، مازال الوقت قدامك. بعد ما يخدم فوالا راسو ان شاء الله. ما بغاش ديروا لك، ديروا تقاتلوا، ديروا راسك. وي راه تفرجت فيك واحد الله يكثرهم من كثير مالين الدار. ما بغاوش انا موتور، انا درتو راسي. صح موتور راه في الكراج، شنو نقول لهم ديال صاحبي؟ هو ديالي تقول هو راه ديالي تقتنعوا راسهم، شافوني جا سوق مزيان ما تدير لك صيد لا والو. صافي واقتنعوا راسهم. انا كان عندي واحد الخوادري ديالي ماشي بهاد البلانات، داكشي واذا ما كتبغيش مات بالموتور ان شاء الله غنديرو ان شاء الله. يا واش مات بالموتور؟ مات بالموتور. علاش منو؟ باش ما بغاتش الوالده، ولكن الله يسمح لي منها. شفتني مصور ديك المره بالرساله. ما تنسيش خلعات صاحبي. شي عيالة كان بنادم مكتبه له شي حاجة، داكشي راه واخا ما يكون غادي على رجليه. صح بلا ما تيدير. المهم السبب والكامل والعرضه، راه ماشي اي واحد راكب على الموتور راه تيموت. صح صح يعني بنادم يدير الاحتياطات ديالو ويدير اطونسيو راه ما يكون غير خير. صح دابا هاد الموتور ولا هاد الاله راه نعمه من عند الله. صح. ولكن راه فيها ايجابيات وسلبيات. السلبيات ديالها تجي كطير وتجي كتجري وكذا، راه كتاخذ غير السلبيات. بديتي كتستمتع بها وكذا وتجي تسالى به وبالعقال وكذا، راه فهمتيني راه كتاخذ ايجابيات ديالها. الموتور الضربيه المغرب هذا ما كاينه. يعني ماشي بنادم كتشوف بيزي كامل تمشي عندنا لمراكش. فيديوهات الوالد ديال الله بديت تمايا، عاد تنتعلم نصور، تنتعلم نهضر في الكاميرا. خويا جواد مزيان كي داير؟ بخير.
شنو كي جاك اخويا هذا الاحساس هذه الخرجه اللي زرتي معنا؟ بزاف اخويا فرج راه ياك حاجه اخويا راه ما يمكنش. اول مره كبر بك شي واحد ولا؟ اول مره في حياتي. ويلي ولكن الموطو فايت ركب شي مع شي حد؟ فايت يركب شي وين الكابرا شمت راه حاجه اخرى عاوتاني. وي ماشي بركه ماشي شي كابرا زدتينا راه ماشي شي واحد لي بروفيل. المهم انا نزل الموطور شويه صافي باش تطلع شويه داك الادرينالين. ولكن بغيتك تعطي شي نصيحه للدراري اللي مازالين هكا عاد ناويين يشريو موطور ان شاء الله وما بغاوش والديهم ولا شي حاجه حيت انت دايز دابا بنفس الوضعيه. البلان هذا بنادم شوف يخدم ويجمع فلوس وفهمتي حلال ويضرب عليها تماره يعني ماشي ما بغاوش والديك ضرب عليها تماره وجيبها انت. ضربتي عليها تماره ملي غيكون عندك موطور ما غاتبغيش فهمتي دير به ديك البساله وداك لا فريت تعرف باللي راه الا هرستي شي حاجه ولا قصتي شي حاجه كنت غتصلحها بيديك. صح راه كاينه عندك هذه القضيه. بنادم شوف يدير شي حاجه قدام عينيه ما يبقاش حاضي بنادم لا يعني هذا هو الفضل. فاش تشوف بنادم بحال هكا فرحان حيت دار معك واحد التجربه راه تنفرحنا اكثر منك. فهمتي شرف ليا اخويا تهزي معايا هذا النهار هذا. يلاه اخويا مرحبا مرحبا اخويا يلاه الله ودي. اخوتي كان معنا جواد دابا غادي نحاول نشوفوا شي دري اخر عاوتاني نحاولوا نجربوا مع التجربه اول مره. بقاو معنا ما تهربوش اخوان. تتمه ديال الفيديو دابا غادي نمشيو عند الصديق ديالنا حنا داير معنا الكاسك. حنا دابا في واد لاو حتى فتا شي شويه عاد تفكرت بلي السيمو كنت داير معاه باش ندير دويره مع مواعيد في واد لاو ونسيت غير باش تعرفوا السيمو راه كنت بديت معاه السيمانه اللي فاتت دويره مع مواعيد مكناس اللي ما كتبش تكمل لحقاش مشاو لي شي فيديوهات في واحد المهم شي لقطات مشاو لي اللي ضروري خصني تحطهم باش يبان الفيديو كامل. داكشي علاش قلت له غادي نعاودوها وهو كاين في واد لاو حتى انا دابا في واد لاو. يلا بقاو معنا. ها هو السيمو هو هذا. هاي 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 فينا شيري يدير مزيان هانيا بخير ساكنه هنا ولا؟ باغي نتبع جوجل ماب الساعه صافي منين لقيتك بلاش مزيانة شحال انت من العيد وانت هنايا؟ مع العيد راه حيت حنا عندنا الدار هنايا كنت تجي كندوز السكة. مزيان اسيدي مزيان هاك هاك كاسك خور دابا هذا ما غيضيقك ما والو هاك مزيان هذا مزيان هذا الاخر كان مزير الاخر كان مزير دابا نكملوا الفيديو ديالنا على راحتنا ياك على راحتنا. شوف غنمشيو دابا نتغداو راه فيا الجوع طلع منها غنمشيو نتغداو وتغدا معايا ياك المهم يلا معانا ومن تما عاد نكملوا الحلقه ديالنا صافي. هذا ناضي شوف تسوق بيا شويه بعدا تسوق بيا حتى لهيه وعاد نعطيك الموطور وتجيب بوحدك هنا وغدور هنا ترجع عندي تقليعها كسيري شي شويه مزيان قد الكيدون ديالك ساين يلا سير كسيري 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 هاكا كسيري هاكا فوالا خص غير شد العبار لومبرياج في يديك كسيري عمر عمر شد لومبرياج شويه وكسيري شويه ديما هاكا كراطي وصافي كراطي دير بروميير كتشد لومبرياج باش كتعاون دابا راه تيعيش داك داك الادرينالين دابا راه داك الشيء باش تلقى شي كسيري الموطور دويره مع مهيد في واد لاو يس درتي بروميان بروميان سير دور لي صباحك لعبتك يلا شوف نعطيك موطور شي بوحدك صح ما يغلبش عليك ما عطيتش هذيك المره واخا هكاك بلاصه باش كتعمر عليك الطوموبيل شي حاجه ما خصكش تخليه يميل بزاف لشي قنت ودائما يدك على اللومبرياج داك الشيء يلا شوف طريق عامره ما تزاحمش معاهم رخف من البعيد وانت راخف يا غير بالعقل ها شويه عليك ما تكسيريش ها بروميان ها انتم اخوتي شو دري صغير تبارك الله عنده 15 عام والله الا 15 15 كاين دري مازال صغير ها انتم صايق 800 اللي فيها 230 كيلو
لكن خصك تجدي تعرفت معاه هو داير رومبوان بالعقال ماشي ضروري صافي حنا ما عشناش هادشي فاش كنا صغار ما قاديينش نشريوه بارطاجيو مع الدراري راه كاينه في الاسبقيه تما وقف غير بالعقل معلم خويا سيمو تبارك الله عليك راه حيتي لي الشكواش عندك 15 عام وكيفاش تعلمتي هذا الشيء كامل ديجا كنت كنصوب فاش كنت صغير فاش تعلمتي لي موتور تعلمت كروس شحال فيه 250 مزيان ما عندي ما يسال كروس كيكون ديجا خفيف وكيكون في التيرا يعني ساهل تعلم فيه ما عندي ما يسال المهم تبارك الله عليك شنو تبغي يقول للدراري اللي قدك وتيحلموا حتى هما انهم يكون عندهم شي موتور واللي كيحلموا غير يصوبوا الموتور راه ولا كرام كتبها ربي راه كون تصوكوا ان شاء الله يعني ما تكلفوش وليديكم كثر من الطاقه ديالكم داك الشيء راه تيجي بشويه بشويه الامكانيات خذوا هادشي اللي كاين انا براسي راه حتى اول موتور راه كبرت عندي تقريبا ما نعرف شي 19 عام وما غدت اول موتور ولا 18 يعني ما صدر تكون صغير المهم فاش تقرا دابا كان عندي هذا العام تقريبا ساكيه نجحتي خرجوا النتائج تبارك الله عليك ما عندي ميت خوتي كانت هذه الويرة مع موريد اللي ما كتبلاش انها تكمل في مكناس احنا جينا كملناها في واد لاو حتى انت لو كنتي كان الحلم ديالك انك تسوق موتور وما عندكش كيدير ولا شي حاجه دخل عندي الانستغرام وتواصل معايا الا كان بالاستطاعه ديالك علاش لا راه غنجي حتى لعندك ونعطيك تسوق ما عنديش مشكل يلا خوتي تهلاو فينا بلي لايك ديالكم لي كومونتير وبارطاجيو الفيديو مع الناس اخرين باش يطلع الفيديو يلا بيس صافي